هذا الفيديو إن شاء الله الفيديو الرابع حتى أكملكم إن شاء الله. من عينا البارد عرفنا البارد اللي هو يكون تك، هذاك اللي ما نحتاجه بعد، هذاك اللي لفيناه وضميناه بالفيديو السابق، هذا ما نحتاجه لأن نحتاجه بس بال 380 إذا دخلنا للولدين حارين، إذا دخلنا لحارين نستعمل على الحارين، بس نستعمل هذا ونستعمل ذني مثل ما شرحت لكم بالفيديوهات السابقة، هذني نستعملهن ونستعمل هذا إن شاء الله شوية شوية بالفيديوهات راح كل الطرق نسويها، بس الله يستر علينا ويحفظنا ويعطيكم العمر والعافية، وإحنا إن شاء الله وياكم إن شاء الله خطوة بخطوة. فأول ما نجي استعلمنا البارد وعرفنا هذا البارد، هذا البارد. فهسه من أريد حتى أجزئ الكهرباء أو أوزعها على الملفات، لأن هسه من تجي تباوع الملفات ماكو شيء ربط بيناتهن، هذني هذا الملف ويا هذا ماكو شيء مرتبط، نجي منا نفس الحالة نباوع هسه ماكو أي ارتباط بالملفات، سواء هنا قاعدات بستيتر واحد جامعهن راسطة وحدة فقط. فحتى نشغلها نشغلهن سوا، أول ما تجي تباوع تلقى هذه نهاية الملف، شوف هذه نهاية الملف، هذا الواحد هم وحده يكون واحد وحده، يعني مو مثل هذا، شوف هذا، شوف هذني هذني كلهن حلقيات باعتبار دي كملن، كلهن حلقيات باعتبار دي كملن الملف. هذا تجي عليه قبل تلقاه وحده حلقه وحده، هذا مو حلقي، تجي تلقاه وحده. هذا قبل شو تسوي له؟ هذا شو اسوي له؟ قبل من هنا توخر هذا السليف ماله، راح يطلع الالمنيوم منه، راح يطلع. تجي تقرب على هذا، ما نقول من هنا شوي يكون قريب على هذا، هذا ايضا هم نفس الحاله، هم نطلع له السليف ماله نوخره ويطلع الالمنيوم ماله منه، نسوي نوخر نشيل هاي القطعه منه لهنا الغلاف هذا مال السليف، راح نجوينه وياه، نجوينه هسه باعتبار جوينا، إذا هسه بشوف باعتبار هسه جوينا نقول كمان فرضا جوينا. إذا هسه بهيج حالة هسه من ندخل كهرباء للملف، أي ملف يدخل هسه بيه كهرباء هنا راح اعتبار يصير بين اثنيناتهم كهرباء، لأن باعتبار وصلنا